حملة تطعيم ضد كورونا بأوروبا وألمانيا تدعو إلى العدالة في توزيع اللقاح عالمياً. العراق يعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش خلال حملة أمنية بشمال البلاد. جونسون يؤكد أن بلاده ستشهد تغيراً كبيراً بعد دخول اتفاق بريكسيت حيز التنفيذ. الثانية ظهراً 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. بدأت دول الاتحاد الأوروبي حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر وبيونتك. ومن جهته دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للتفكير خارج الحدود الوطنية فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا، ومحذراً من إهدار الجهود إذا لم يكن هناك توزيع عادل للقاحات على مستوى العالم. حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفي فيران من أن الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الارتفاع، وقال إن ما يزيد من خطورة الوضع حاليا هو أنه يتم تسجيل 15,000 إصابة جديدة يوميا في المتوسط. يأتي تصريح وزير الصحة في وقت تخشى فيه الحكومة من تعرض البلاد خلال الأسابيع المقبلة لموجة وبائية ثالثة بعد الأعياد. حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تدريس أدهانو من أن الوباء الناجم عن فيروس كورونا لن يكون الأخير، وقال في مقطع مصور بمناسبة اليوم العالمي للتأهب للأوبئة إن محاولات تحسين صحة الإنسان محكوم عليها بالفشل إذا لم يتم التعامل مع مشكلة تغير المناخ ورعاية الحيوان. انطلقت الدورة التدريبية الشرعية لعدد 50 إماما وواعظا من دولة أفغانستان من خريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في أفغانستان. تأتي الدورة التي انطلقت عبر الفيديو كونفرنس تأكيدا على دور الأزهر الشريف والمنظمة في تقديم برامج تدريبية متطورة تهدف لتخريج أئمة ودعاة مؤهلين وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم وتنمية وعيهم الثقافي ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف ونشر منهج الإسلام الوسطي في بلادهم. أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال قيادي بتنظيم داعش الإرهابي شغل منصب آمر المفارز العسكرية التابعة للتنظيم بمحافظتي كركوك ونينوى. منذ مطلع العام الحالي كثفت القوات العراقية من عملية التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول داعش، وذلك بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمة مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، ولا سيما في مثلث الموت بين محافظتي كركوك وصلاح الدين. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك تغيرات كبيرة قادمة في المملكة المتحدة نتيجة للاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي. قال جونسون لصحيفة ديلي تيليغراف إن الحكومة وضعت أجندة واضحة لضمان زيادة فرص العمل وجعل السياسات المالية والنقدية وكذلك سياسة الهجرة تتماشى مع مصالح الشعب البريطاني. يسمح الاتفاق الخاص بخروج المملكة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد. توجه الناخبون في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. يسعى الرئيس بوستان توادارا للفوز بفترة ثانية من ضمن 17 مرشحا أعلنت المحكمة الدستورية عن قبول أوراقهم، في حين استبعدت الكثير من المرشحين بما فيهم الرئيس السابق فرانسوا بوزاز، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة واسعة. انتخب توادارا رئيسا للمرة الأولى في 2016 ونجح في السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد كانت في أيدي الميليشيات المسلحة. ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة شرقي تركيا صباح اليوم، وحددت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان على موقعها الإلكتروني مركز الزلزال في ولاية ألازيغ على عمق 15.94 كيلومتر.
أعربت مصر العربية عن خالص تعزيها لجمهورية باكستان حكومة وشعبا في ضحايا حادث تحطم روحية عسكرية، مما أسفر عن وفاة 4 عسكريين باكستانيين. وأكدت الخارجية وقوف مصر مع جمهورية باكستان الصديقة في هذا المصاب الأليم، وتتقدم ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الباكستاني. وصلنا لختام الموجز، ونحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي هو 12303، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب أفقي. شكرا لكم وإلى اللقاء.